اللي بيبص للبحر على طول بتجيله فكرة السفر أو الهجرة. الطيور لما بتهاجر بتبقى عارفة ومتأكدة إنها هترجع تاني. أصل الطيور حياتها بتبقى هنا وهناك، لكن البني آدمين لو هاجروا بيبقوا متأكدين إنهم مش ممكن يرجعوا تاني، لأن حياتهم يا هنا يا هناك. خصوصاً بقى لو كانوا هربانين من دنيا مفروض عليهم ما قبلوهاش ولا هي قبلتهم. اسكندرية خدت ناس كتير في حضنها من اللي هاجروا وما كانوش ناويين يرجعوا، مالوا حواريها وشوارعها، وكان عندهم شوق وأمل يعيشوا في دنيا على مزاجهم ويبنوا حياة جديدة. بس لو ضاع الأمل ده وما كانش قدامهم غير الرجوع، يا ترى هيقدروا يرجعوا ويبصوا وراهم تاني، ولا هيكون عندهم حلول تانية؟ صرنا نادي بالصلاة على الهادي. صباح الخير يا أستاذ إبراهيم. يلا بنت انتي وهي اصحوا اعملوا شاي لابوك عشان يروح شغل. الشاي يا بابا.
ألف مبروك يا سيدي. مش قلت لك إن الموافقة هتجي لك على البيت؟ البركة فيك يا فندي. ها، وناوي بقى تبني فين في حي اللبان؟ على الإمة، على إمة شارع التراب. لا، ابعد عن شارع التراب وبني عندك جوه في الشارع. عندي جوه في الشارع؟ ده باب رزق يا فندي، واللي عندي في الشارع ما بيشتروش. يا سيدي ما أنت لما هتفتحه إن شاء الله هتعمل للشارع رجل، هتحييه. أحيي إيه يا فندي؟ أحيي تربة. أصره، ابعد عن شارع الترام، في حاجة اسمها إشغال طريق. وأنا هشغله في إيه بس؟ وبعدين ده استثنى عشان ظهري. خلاص يا سيدي خلاص، اكتب تظلم وحطه في مكتب الشكاوي واستنى الرد. أستنى كمان 3 سنين؟ لا، على إيه؟ الأمر لله. هات يا فندي. اتفضل يا سيدي. سلام عليكم. وعليكم السلام. ولا يا سيد، انت يا ولا ولا يا سيد، انت ولا مش سامعني؟ انت صحيتي يا قبلتي؟ اروح اجيب لك العيش. اوام اوامك. احمد يا ولا، النهار لسه ما طلعش. صباح الخير يا رجاء. صباح النور يا ام السيد. ما تسيب يا اختي الواد على راحته، احنا في الاجازه يا وليه. سلامات يا اجازه، يعني هو كان عاتق ايام المذاكره يا اختي؟ ده الولا بقى ليه امين يا رجاء. هو النبي يا اختي بيسليني. طيب يا اختي ارمي فلوسي يا قبلتي. ألف سالم. ازيك يا سعوض؟ خير والله. على طول انت تبني بتاع ده فين؟ انت ما لقيتش في ام الحرج اللي قدام الشباك بتاعه تبني فيه؟ امال يعني هبني قدام شباك الجيران؟ مفيش مكان تاني، وبعدين عشان تبطل بقى تبص من الشباك وتعرف تذاكر. ده انا كده مش هعرف اتنفس. ليه روح امك؟ كانت اوضتك فاتحه على البحر. ابوس ايدك يابا، دي اخر سنه ليا وهغور في السنين ده واسيبها لك. افتحه في حته تانيه. يا غبي يا غبي، هو انا يعني غاوي فقر؟ ما انا كان نفسي افتحه في حته فيها رجل، انما اعمل ايه؟ حكم الاوعى الضعيف. قال ايه؟ اشغال طريق. يعني ما قدرتش على الحمار جاي تتشطر على البردعه. ابنك ولا الحكومة؟ أنا أهم من الحكومة يابا. يا ولا لازمته إيه الكلام ده دلوقتي؟ ما أنت عارف إن أبوك حفي في الموضوع ده 3 سنين. اسكت أنت يا ولية. أيوة يا سالم، الحكومة حكمت إن أفتح باب رزق في شارع ميت، وهفتحه غصب عنك وغصب عن الكل، وأعلى مفخلك اركبه، ووريني بقى هتعمل إيه مع الحمار بتاع البيت. يحرق أبو دي عيشة، والله العظيم لازم ياخد باله وماشي. الباب يفوت جمل، أدلعت أمك. سعد سعد، اصحى سعد، اصحى. خد حسن معاكي، بتقللي القمح شويه يا ام، حرام عليكي. اجيب ده واخوك منين؟ وبعدين الناس هنا مزاجهم مش في شرب القهوه، مزاجهم في قرايه الفنجان. انا عايزه بن النهارده. الدور مش عليا. ليه؟ ما انا جيت معاكي الدور اللي فات. مش كان ضربك على ايدك؟ هاتولي كلمه قمح مع البن. ما تنسيش ده واخوك. ما تقوم يا ولا بقى، انت هتنام للظهر. ما تسيبيه في حاله. الله، الولا عيانه كمان، جدته مش خالصه. وهيفضل عيان طول عمره، ما تبطلوا دلع بقى. خلاص انا صحيت. روح هات لي 5 بنس. يا دي البنس، انت بتاكليهم؟ اعمل ايه ياما، ما بتزحلقوا من على شعري. مبروك يا ابو سالم. الله يبارك فيك يا حماده. مبروك يا ابو سالم وعبالي. الله يبارك فيك يا عوض. مبروك يا ابو سالم، عايزه الحلاوه. هيزعلوا منك لو ما ادتنيش الحلاوه. حلاوتي يا ولية، مش لما ربنا يفرجها الاول؟ هتشوف. هواف يعافيك، انتي في وقتك. شوفي كده الراجل ده هيتعدل. فنجان ما بيكدبش، اتكسر ما بيتعدلش. خسارتك لسه صغيره وحلوه. يلا حسن الختام، الواد كبر وبقى راجل.
الرزق واسع اهو. بس الباشمهندس مش عاجباه حكايه الكشك دي خالص. بيقول لك هتعجبه. تحكي في وشه وهو خارج. ازيك يا مشوق؟ الهمة شوية يا رجالة. يلا يا حسين خلصني بقى. ماشي يا عم الصبر. طيب ايه؟ هات خمس بنس. خمسة بس؟ ايوه. طب خد ادي خمسة وادي يا سيدي واحدة فوق البيع. ماشي بس اوعى تجيب سيرة على عمك ابراهيم. وعبقوا منك. حاضر. فاهم؟ ازيك يا سالم؟ ازيك؟ ازيك عم ابراهيم؟ ازيك يا حسين؟ مرحبا سالم. على فين كده؟ طالع نتمشى على البحر شويه. طب هتيجي نشربوك حاجه؟ اكتر من اللي انا شاربه. سلام. سلام. اتاخرت ليه يا ولا؟ حسين هو اللي اخر. عواطف الحق الولع عطاني ست بنس. يبقى سيرامي يغير الميعاد. احيد انا قلت لامي كان انزلوا 4 ونص 5. يا ستي هتلكعلك شويه وباخد انا الشتمتين. ربنا يخليك يا عم. ربنا ياخدني اخد الشتمتين على دماغي هنا واخد مشوار على رجلي لوحدي بره. نقدم السبت يا جبانه. جاتك نينا اول حد مش طايق الشارع ونفسه يخلع. دي شويه يا بنت هنتاخروا. انت يعني شايفاني ماشي على قشر بيت ما تهمل. هو سلكي فين؟ نفس المكان. وما بيزهقش. ما انا هنقعد فين يعني؟ هنقعد في كافيه شوب. مساء الخير يابا. ازيك يابا؟ يا شو ازيك يا عواطف؟ الحمد لله. رايحين فين؟ رايحين نجيبوا البولي. طب يلا بسرعه عشان مضربوش. سلام. سلام. يا طفطف خضيتني يا حسين. كنا هنمشي دلوقتي. دم كتير. وانت كده منتج مستنيه. انت كمان شوت. سلام. اتاخرت زي النوبه اللي فاتت. اختك وحشاني. مش انا حنين. ايه يا بنت الحلاوه دي؟ بنجة. دمي يا ولا. ازيك يا عم محمد؟ ازيك يا عواطف؟ عايزه كيلو بن وكيلو قمح. ايه يا حاضر. انا مش عارفه نعمل ايه لما تسيب المحل بتاع عم ابراهيم. ما انا قلت لك انا مش هسيب المحل الا لما يجيلي جواب التعيين. ساعتها بقى مش هنبقى محتاجين موضوع البنس. هاجي واخبط على الباب على طول. احيانا ولو انا صاحبك كان وقع بنسك كنت هتستنيني ساعه. خساره فيا. لا يا حسين بس انت عارف المره اللي فاتت امي بهدلتني. يا دي امك دي ساعه يا بت. بس ما تعرفهاش. بكره اعرفها. يا ويلك يا سواد ليلك. اوعى ايدك. سلام جاي. سلام منك يا عم. ازيك يا سولم؟ عامل ايه دلوقتي؟ حبيبي. ازيك يا شو؟ ازيك انت يا سيد؟ ايه يا ابني العركه على صباحيه ربنا دي؟ انت عارفه؟ اه عارفه. بنت عواطف بتقولي ان شكلك مش طايق الشارع ناوي تخلص دراستك وتهج. بقى ايه لازمته من الاول بقى؟ على رايك بنت عواطف فين؟ هي اللي هتفكني. الحق عند بتاع البن واحنا هنحصلوه. بس مش عايزين نتاخر لاحسن امي تطلع عفرتها علينا. جرايه يا بنت. هي بعبع. لو انت فين ركبها بعبع. هسيبكم مع عفرتكم. سلام. ما قلتليش بقى عايزه بكره كم بنس؟ بنس الا ربع. ولا ازيك؟ السلام عليكم. مين؟ ما تفكها
شويه. بيني وبينك يا عاطف، طول ما انا في الشارع الفقر ده عمرها ما هتتفك. حاسس ان كل اللي ببنيه بيتهد. انا طهقت. هو كل ما تحصل حاجه تشغل لي الاسطوانه دي؟ بصراحه انا اللي طهقت. ما تسيبه يا اخي بقى وتخلصني. وانا مستني رايك. طب قبل ما تسيبه بقى قول لي عشان اقول لك مع السلامه. مع السلامة. ولا هيروح مني؟ ولا هيروح مني؟ الولا هيروح مني؟ هيروح؟ الولا هيروح مني؟ يا وليه ما تعملش في نفسك كده؟ ما الواد زي الفل اهو، ده شوية سخونية. نامي بيوجعني، نامي بيوجعني يا قبلتي. اتأخرتوا ليه؟ كلموا هما مالهم بس؟ تأخرتوا. أنا هقوم أغلي له شوية حلم. ولا هيروح مني. هيروح. هيروح. ولا هيروح مني. ولا هيروح مني. ولا هيروح مني. ولا هيروح مني. تأخرتوا كده ليه؟ استحملوا حالكم. كنتوا فين؟ كنا كنكم فين ياما، ما أنت عارفة. ثلاث ساعات بتشربوا نقول ولا عيان. أصل ياما كان في عركة في البطحانة. هنعمل ياما، ما البطحانة كانت زحمة، وبعدين مالوا الولا؟ ما هو زي القرد أهو. هات الدواء، هات الدواء، نسي الدواء، نسيت الدواء، نسيت الدواء. يا ابو الشو، الشارع ده مش بتاعك، الشارع بتاعك كان فيه كشك. يا ابو الشو انت تهت ولا ايه؟ الله يا ابو الشو، تعال انت رايح فين؟ ايه ده؟ مبروك. الله يبارك فيك، ده انت في الحلولي. خش يا حلو لحسن البيت قايد حريقه. تخش انت. اخش انا يا ابو الشو؟ بقول لك البيت قايد ولعه. خش. طب اشوف وش ابنك فين. راك بموز يا ولد الكلب. اعمل كده، ما تعملش كده في نفسك. بس بقى يا بنت انت وهي بس اللي هتعملي. هتصرف. انا يا ماما. في ايه اللي جرى؟ ولا بيلوم. الله. ولا بيلوم. يا ماما كفايه يا ماما. سكران. حاسس بايه؟ سلامة جنبك يا ماما. سلامة يا ماما. يا ماما. هتموتوها يا ولد الكلب. 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 هتموتوها. سيبني. 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 هتموتوها يا ولد الكلب. هتموتوها يا ولد الكلب. هتموتوها يا ولد الكلب. هتموتوها يا ولد الكلب. سيبني. سيبني. الله أكبر.
عنده ايه؟ مغص الدكتور وجنبه بيوجعه على طول. انا هكتب له على علاج، ولو ما تحسنش عليه هتعمل لي اشعه موجات صوتيه على البطن وشويه التحاليل دي. سلامتك يا دمر، سلامتك حبيبي. ايه يا حبيبي؟ سلامتك يا دمر، سلامتك. جنبي يا امه، جنبي بيوجعني. بعد الشر عليك. ولا روحي فاضي. شل قلبي وانت لا. مش فاهم سايبين الولد ده لغايه دلوقتي ازاي؟ والله ابدا يا دكتور، ده احنا دخنا بيه 7 دخان. الولد ده لازم يتعمل له غسيل كلى من بكره. نعمل له ايه بيه؟ من بكره نكون في المستشفى يا دكتور. ان شاء الله يكون بالفلوس. هتستنوا الدور الوضع هيضيع منكم. الواد هيحتاج غسيل كلى 3 مرات في الاسبوع. المره ب 300 جنيه، مش بعيد يحتاج ده طول العمر. صباح الفل، ازيك يا ست الكل؟ تمام، عايزين نبيع التلفزيون ده. ده يجيب لك 40 جنيه. طب بحبحها شويه يا عم فتحي. طب خلاص عشان خاطرك اديك 50 جنيه. اتفضلي. فيها رزالة يعني، أنا محتاج مبلغ 50 جنيه عشان الولد والمستشفى والمصاريف زادت عليا قوي. حاضر يا أستاذ. ربنا يخليك. حاضر يا أستاذ. اتفضل يا أستاذ. ربنا يخليك. ربنا يخليك. ربنا مبروك يا ابو سالم. الله يبارك فيك يا عوض. بس ايه، ما لقيتش غير اللون ده؟ ايه مش مريحك ولا ايه؟ يا ما نفسي افتح لك كشك الجرايد اقعد اتسلى بدل ما انا قاعد فاضي كده. ايه
حقك عليا انا. ابوس ايدك يما سيبيني. ارجع يا ولا ما تحرقش قلبي. خش جوه يا ولية. يا سالم سالم عايزه ايه؟ طرح فين؟ اي حته بعيد عن الشارع الفقر ده. انا زهقت يا عواطف. يعني ايه؟ تسكت وتقولي سكتنا واحده؟ عمري سكتنا ما كانت واحده. انا عايز ابص لمستقبلي. طب ومستقبلي انا؟ بشوف مع حد غيري. انا لسه سكتي طويله. دي اخرتها يا سالم؟ تتبعني بعد كل ده؟ يا عواطف احنا في زمن لو طولنا نبيعوا نفسنا فيها هنبيعوها. انت ابن كلب. صح. انا ابن كلب. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا ابو شوق؟ خير يا ابو شوق؟ انا محتاج فلوس يا ابو سالم عشان ولا صعب. انت مش قلت لي ان الواد بيغسل وانا كمان شايفه النهارده زي الفل. بس ما عاد غسلته بعد يومين وصرفت كل اللي حلته واستلفت من طوب الارض. مش عارف اعمل ايه يا ابو سالم. لا حول ولا قوه الا بالله. والله العين بصيرة يا أبو شوق، وأنت عارف من ساعة ما بنيت الكشك وهو خرب بيتي. طيب مع السلامة أنت يا إبراهيم أفندي. ده أنا كمان لسه كنت بقول لإبراهيم أفندي إن عايز أوسع الكشك لغاية الحيطة وأعمل قاعدة صغيرة كده لرجالة الشارع يجوا ينبسطوا، وأنت كمان يعني تعال انبسط. طب وسالم يا راجل؟ يندعي. هي عنتصو دي هتأكلنا عيش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما تنزلي طنط. انزل طنطا. اعمل ايه؟ اتجننت؟ ما اتجننت. عندك تفكيره تانيه؟ ولا ايه؟ ما تركبيش دماغك. دي القلوب بتتصفى في يوم وليله. دول 20 سنه. 20 سنه طفشانه منهم. ارجع لهم بانهي وش؟ ورجعت انا عارفه من حي ومن مات. مش عايزه، مش هروح. بس انت اللي محتاجه. يمكن يحنوا عليك. كانوا حنوا عليا لما اخترتك. ضربت واتبهدلت. بدل ما اخرج من بيت ابويا رافعه راسي بزفه. خرجت طفشانه مع حبيب القلب. مش هنخلص من الاسطوانه دي بقى؟ خلاص يا ستي بلاش يحنوا عليك انت. يحنوا على الولد. ولا هيروح مننا يا فاطمه واحنا قاعدين نتفرجوا عليه. مش راجع غير بفلوس. يقول لهم انني مت علشان يستريحوا.
حد على البيت. فاطمة أختي؟ دي فاطمة، فاطمة أختي. القطر ده رايح فين؟ رايح مصر يا ستي. تنزلي ولا ايه؟ حاجه صح يلا يا ست. عايزة شغل. مفيش يا ستي، امشي يلا. امشي. امشي. عايزة عايزة شغل. مفيش يا ست. عايزة شغل. مفيش يا ست. ابني بيموت ومش عارف اعمل ايه. ابني بيموت ومش عارف اعمل ايه. ابني بيموت مش عارف اعمل ايه. ابني بيموت ومش عارف اعمل ايه. ابني بيموت ومش عارف اعمل ايه. ابني بيموت ومش عارف اعمل بقول لك ايه؟ ايه؟ في قعده شويه؟ انا لو بقدر اقوم كان زماني قعدت القعده السودا دي.
لأنه ممكن أسيب شبشبي جنبك لغاية ما أروح مشوار وأرجع. هم غيروا الموضة اليومين دول والمشامير بقوا بيروحوها فين؟ لا يا ستي ما غيروهاش ولا حاجة. طمنتيني، كنت فاكرة إنهم غيروه. لا بس لا بس ولا أصل ولا فصل. اتكلي على الله وروحي مشوار. بالسلامة يا أختي، أنا قاعدة جنب شبشبي، لما ترجعي بأعرف أصل الحكاية. السلام. الولد بيموت يا بحر روى وانصف بناتي آمن وصدق وافهم سكاتي ابني الصغير من الهم يكبر والموجة عليا يا مغنواتي يا بحر روى وانصف بناتي آمن وصدق وافهم سكاتي ابني الصغير من هم يكبر والموجة عليا يا مغنواتي تحية عشان تفطري. يا صباح النور على البنور، يا صباح الهنا والسرور. ولا الرايقة دي كوري لقمة، انت نايم على لحم بطنك. وليه التعب ده؟ يا نهار يا رجيل، اصل خلاص هفرقع زي البالونه. بسم الله ما شاء الله. افتحي يا تحية. افتحي يا علي يا رزاق يا كريم، خش الاولاني التاني بلاش. عارفة تحية؟ لولاكي ما كنتش لقيت حتة تهوى فيها. بسم الله يا اختي على الاقامة. هنا الحمد لله. يلا سمي يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ايه ده كله، ايه ده كله؟ يلا لقمه هني. يا لهوي هتقعدي قد ايه في مصر؟ والله ما انا عارفه، زي ما لمي تمن الغسله بقى. ربنا يكرمك ان شاء الله وتلميها ويشفيهولك باذن الله يا حبيبتي. ان شاء الله ان شاء الله. خدي يا حبيبتي. شكرا. شوفيتهم يا اختي، كل بيشهد. حبيبي يا استاذ محتاج اي فلوس؟ جاب لك منين يا استاذ؟ ولا بيموت، الولد بيموت.
مفاتيحك. خلاص نويتي؟ ان شاء الله. مستعجلة على ايه؟ ما تستني للصبح. صبح ايه؟ بقول لك الولع عيان. قلبي معاكي يا اختي، ان شاء الله ربنا هيشفيهولي يا رب. بس قولي لي، هو انت لحقتي في اسبوع تلمي تمن الغسله اللي بتقولي عليها؟ هنق. مش قصدي يا اختي كده برضو. بس قولي لي، هترجعي لي تاني امتى؟ مش عايزه ارجع. قالوا انك هتوحشيني. وانت كمان هتوحشيني قوي، هتقطعي بيا. طب يلا قومي عشان تلحقي القطر بتاعي. بالسلامه. ولا تستني للصبح؟ هذا الحال المستشفى. اشوفك بخير. ولا اقول لك مش عايزه اشوفك تاني. سلام. بالسلامه يا حبيبتي. ربنا يطمنك عليه يا اختي يا رب. Thank you.
لو ما الراجل مات الواد خد بعضه وسافر شوية جوابات وقطع وأهل أبوه بهدلوني على الآخر. سبت لهم الجمل بما حمل وجيت قعدت هنا. هو ربنا بيرزق ولقمتي بتجيلي لغاية عندي. وبقيت كل شهرين ثلاثة أروح أتطقص. يمكن الواد جه وحشني أوي. نفسي أشوف ده نوعي. خلاص مبقتش قادرة ولا أروح ولا أجي. كل يوم عمالة أتخان أكتر من الأول. لما خلاص هفرقع زي البالون يا شيخ. مستعجلة على إيه؟ أنت مرتاحة شوية من السفر. مش هخلي الفقر ياخد حد تاني من عيالي. الفقر راح. الشاي هو ده وقت الشاي. تعالي يا بنت. اما اقول لك الان يا ابو جاز بيهل. اوعى كده يا راجل. يا راجل قوم استحمى الاول. طيب يا راجل وده وقت انت ما عندكش دم. خليهم نهوي الفرشه يا راجل. مش شغلته من النهار. حرام عليك. حرام عليك بقى. يا راجل وسع. عايز اقول لك على حاجتين. لا ثلاثة. ايه قول. عايزك تقلعي الاسود بقى. لا لسه شويه يا حسين. لسه يا بت ما كفايه كده بقى. امي هتقعد بيه سنة. امك ايه عبيطه؟ يا امك برضه على وش جواز. عندك حق. طب وتاني حاجه ايه؟ مش هقول لك. يا بيحط البياس يا حسين. عايز اشوفك بكره. اشمعنى؟ عشان اقول لك على ثالث حاجه. يوه يا بت استني بقى. يا بنت استني. يا بنت هكافي على وشك وانا هعضك. تعالي يا ولا احمد بقى. امي من يوم ما عدى ال40 وجري على اهلها في طنطا. تقعد اسبوع وترجع اسبوع. بصراحه مش عايزه الناس تقول انا غبي. طب انا جالي جواب التعيين. لا احلف يا حسين احلف. النعم الشريف. مبروك يا حسين. الحمد لله. انا اتكلمت مع ابويا وامي في موضوعنا وقريب قوي هنقابل ابوكي ونتكلموا معاه. في ايه؟ انت عبيطه يا بنت. في جوازنا طبعا. والمرسى ابو العباس اللي هيعملوا لك فرح ما اتعملش في الحاره كلها. بس امي مش هتوافق نتكلمه في اي حاجه. ليه؟ لازم تعدي الثانويه. طب وانتي؟ انا لو عليا نفسي من بكره ولا حتى من دلوقتي. يبقى خلاص نفوته شهرين ثلاثه وبعدين نتكلموا مع ابوكي. وان امك عصلت يبقى نقرا فاتحه دلوقتي وربنا يعدلها بعدين ان شاء الله. يا رب. حاضر جاية اهو. عايزة ايه يا بنت يا ام السيد؟ فين الولا سيد يا اختي؟ في ذاكر. عايزة ايه منه؟ ما تقوليلي يجي بقى الوقت عوا. الراجل عايز ينام يا ولية. طيب هغسل الكام صحن اللي فيديو وابعتهولك. بس انت يا اختي وسيبيله الباب موارب. هسيب. يلا يا سيد. ايدك ساعة قبلتي. يا ولا اخلص يا ولا. امك بتناديك. لسه شوية. جوز امك عايز ينام. يلا. طب ما انا مستني اما ينام. ليه يا ولا؟ هو بيضايقك؟ لا بس ما بحبش هزار امي البايخ ده. هزار؟ اوعى يا ولا يا سيد تكون بتغير على امك. لا بس
بس ما بحبش الحاجات دي. اتوكس بكره ما تسلهاش. كبرت يا سيد، ده انت بقيت طول يا ولا، واطول منك كمان، حتى ام انيس. قوم يلا يا امي. انا اطول. لا انت كبرت بصحيح. ايه يا ابو سالم، مفيش مزه النهارده ولا ايه؟ حاضر يا سيدي، المزه يا وليه. ابو سالم. ايوه المزه يا سحميد. تشكر. اي خدمه. هل انا ريحتي وحشه يا عوض؟ لا انت ريحتك جازو بس. ما هي دي المصيبه. خد ولع. بتجيب كاس من الصنف اللي انت بتشربه يا سي ابراهيم ده، ده حلو قوي، انا عرفته من الماركه. لو ابو سالم جاب المشاريب مش هيبقى فيه خيار وفجوس. جلو. يا ابو شوق ما تفكها، ده ربنا خلق لنا نعمه النسيان. انسى ايه بس ابو سالم، ده هو اللي كان ليا في الدنيا. يا عم البركه فيك، بالك ايام الحرب كنت ابقى ماشي مع واحد عسكري صاحبي، فجأة لقى شازية جت في رقبته جابت أجله. لما الحكاية دي اتكررت ما بقتش نزعل على صاحب اللي مات قد ما كنت بفرح إني ما متش. حسيت إن الموت ما دام بعيد عني خير. طب ما أنا ابني مات. يا راجل عيب ما تقولش كده، حسه في الدنيا. الولا من ساعة ما وسعت الكشك ساب البيت ومشى. أنا حطيت في دماغي إنه مات وما زعلتش، ولما كل شهرين ثلاثة يجي يزورني أفرح، ولما يمشي اقول مات، ولما يرجع يصحى، ولما يمشي يموت وما ازعلش، وكل ما يموت ما ازعلش، وكل ما يصحى افرح. شوف بقى انا بفرح قد ايه يا ابو شوق. يا راجل ما تبقاش عبيط، المهم انك حي يرزق. اتبسط. فين يا ابو شوق؟ الراجل ده ما عندوش قلب. قال انا ريحتي وحشه يا استاذ ابراهيم. ولا بيموت. الولا بيموت. الولا بيموت. ولا بيموت. يا اختي غرقتي الفرشه بشويش. خش على الجلابيه. ايوه بس بشويش. روحي. على ما ايه؟ خلاص خلاص قومي قومي الحقي القطر بتاعك. يلا اتكلي على الله بالسلام. عارفه تحيه، على قد البهدله اللي بشوفها في المشوار ده لما باجي، بس ببقى مش عايزه ارجع. كل ما اجي داخله الحاره الاقي نفسي مخنوقه وقلبي مقبوط. قولي يا ريتني ما عملت المشوار ده من الاول. يا اختي اذا كانت جيتك خانقاكي ومضايقاكي ما بلاش منها، بتيجي ليه؟ عايزه اسطر البنتين واجوزهم جواز عدل. امال ايه الحكايه؟ زمان في الحاره المعفنه دي ما كانش فيه لا مره ولا راجل يملوا عيني. دلوقتي وانا داخله ببقى حاطه عيني في الارض مرعوبه لحد يشم خبر تبقى مصيبه مش عليا على البنتين. مش عارفه اعمل ايه. بتحس ان انا مكسوره كده. بعد الشر عليك يا اختي متكسرة، وهم هيعرفوا منين؟ هو حد فيهم بيجي مصر؟ عارفة؟ قبل ما يكسروا عينك اكسري انت عينيهم الاتنين.
خد يا ولد خلي بالك من نفسك. ربنا يخليك ليا يا ام. معلش انا انتقل عليك اليومين دول. ما تقولش كده يا ولد، وبعدين انت بكره تتخرج وانت اللي تصرف عليا. سلم على ابوك. ازيك يا حاج؟ ازيك انت يا سالم؟ ما تبقاش تاخر على امك تاني. حاضر. ام شوق جت. ازيك يا عوض؟ ازيك يا ابو سالم؟ ازيك يا اختي؟ ايه يا وليه؟ رحتي وقلتي عدولي. ابدا انا هنا. ازيك يا ابو سالم؟ ازيك انت يا ام شوق؟ مبروك. الله يبارك فيك. ازيك يا سالم؟ ازيك يا ام شوق؟ اختكم بعافية. الله يعافيك يا ام شوق. وحفظ الله. مع السلامة يا سالم. ادعي لي ونبي اما الامتحانات قربت. ربنا ينجح ما قصدك يا اخويا ويخبز لك العيش. ربنا يخليك يا خالد. هدية من خالتكم. هو ده الكلام. بس يوم مرة واحدة. والله خالتي دي عسل. ربنا يخليها لنا. وزيها يا أمه وزي البلد كلها. تمام كله بخير. هما مش هيجوا يزورونا مرة؟ لا. طب نروح نزورهم احنا والنبي يا أمه. قلت لا. ليه يا أمه؟ اسألوا أبوكم. حكاية التلفزيون ده كمان عند اختي بسلم عليها قبل ما اسافر. لقيت جوزها داخل علينا بكرتونه قد الدهيه. لا امي وليها شيل قديم وفتح الكرتونه وحط ده مكان ده. قلت له هتعمل ايه بالقديم؟ اللي هبيعه عايزاه. قلت له ان كان عشاني ولا يلزم ولا هعمل بيه حاجه بس البنات هيفرحوا بيه. قال لي ماشي. والله ما هو راجع. والله ماني فاهم حاجه. أنا حتى مش فاهم مشاوري كل أسبوع والتاني لطنطا ليه؟ ليه؟ أبويا له ورث هناك ما صدقت يجيني منه ريع. نبي أخبار شارع عابد أنت وهي؟ شارع يما وده وقته؟ واحد بايع وخطوته عزيزة والتاني برضو بايع بس كابس على نفسك. الأولاني الباشمهندس بنشوفه كل حين ومين، والتاني أبوه زي ما أنت عارفة. كنت فاكرة إن الحرب كسرت ظهره وبس. بس مالوش غيرك. شباك الموارب ما تبصيش منه، اخرته موت وخرب ديار. خرب ديار ايه يا ولية؟ حميدة يا اختي ربنا ما يجعل لنا جار وليه عينين. الفلوس بتجري بس بعيد عن ايدك وانت مشتاقة للفلوس للي بيجيبها. الله اعلم. انت بتقولي ايه ولي؟ وانا اللي بقول هما اللي بيقولوا ان كان صح ولا غلط. قدامك سكتين. الاولانيه فيها لد وعجن، بلاش منها، خلي كلامك معايا انا. بس
السكة التانية؟ حابة أقول لك عليها. فوتك بعافية. أنت لسه قلتي حاجة؟ اللي قلته يودي في داهية. إنه بقى جاي هجيب لك معايا حاجة تجربيها له، يمكن ظهره ينعدل. ازيك يا ابو سالم؟ ازيك انت يا ام شوق؟ الحمد لله في نعمه. ظهرك عامل ايه؟ زي ما هو يا ام شوق. ربنا يعيش فيك يا حبيبي. الا قول لي بقى ايه؟ هما شويه الجرجير دول على شويه الفول النابت على الارضيه المعفنه اللي بيديها لك كل نفر دي، هم دول هيجيبوا لك الفلوس؟ اي نوايا تسند الزير يا ام شوق؟ لكن شوف بقى، لو انت جبت ثلاجه وجبت طلبات زباينك ساعتها مش هتحتاج السير من اساسه. يا ولية انت اتهبلتي؟ جرى لمخك حاجه؟ اجيب فلوس لكل الكلام ده منين؟ ده غير الرخصه اللي لو حفيت علشان اجيبها مش هقدر. خلينا متدارين احسن يا ام شوق. عيب عليك. جيبي سداد يا اخويا. انا بس كل اللي طالباه تبقى تخلي عينك على البيت والبنات وانا مش هنا. انت عارف الراجل طول النهار غايب، حتى ما بيرجع بالليل على يدك بيرجع متدرمخ. بناتك في عينيا من غير اي حاجه يا ام شوق، تشكري. انت اللي تشكر يا اخويا عشان برضك. ان كان على الرخصه ما تشيلش هام، انا ليا معرفه جامده قوي 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 بصرف القسم هظبطه لك. ما انت عارف كل حاجه بتمشي بالقرش. وانت هتكسبي ايه بقى من ورا ده كله؟ يا راجل، هو انا افتكي الساعه لما يبقى في حتتي معلم قد الدنيا هو اللي مراهلي علي ومالي وانا غايبه؟ مال. وبعدين يعني ان كانوا على القرشين اللي هتاخدهم، يا سيدي انا هعتبر ان انا محوشاهم معاك، وانت اول كل شهر كده تحط لي حاجه في ايدي مكسب. يعني افكر. تفكر في ايه؟ ما تقولش كده، ده انا اختك، اختك يا راجل. وبعدين اعملوا ليا بالقرش بدل ما تبقى عايزه تتعمي بحاجه تانيه. ربنا يشفيك يا حبيبي، ربنا يشفيك. زي الحال يا استاذ ابراهيم. حال مش ماشي، انا عارف. معلش بكره يمشي. قدامك النصره بعد نقطه واحده. وهتيجي منين النصره بس؟ ما على يدك الدنيا كلها مقفله في وشه. إن كان على القرشين اللي عايزهم عشان أجيب بيهم بضاعة، ما دور عليهم، دول في إيدي. صحيح يا أختي، والنبي منين يا أختي منين؟ وأنتِ مالك يا مارا؟ تكلميش في المواضيع دي. خلاص، خلاص يا أختي خلاص، أجي أخدهم إمتى؟ هو اللي يجي. ما بيسلفوش نسوان. طب وهو هيرضى يجي؟ ما هو ده اللي أنا بقوله. لو نيته سليمة وعايز الفلوس عشان يشتري بضاعة بتعطيه شوية ويبطل غنطزة، وانت برضه زني على ودانه. خرب بيتك ولا عماره في ايدك انت. خلاص خلاص هقوله. طب يجيلك امتى؟ هو النهاردة ايه؟ الخميس. حلو الخميس. يجيني بعد العيشة والنطق ما يقولش غير حاجة. حاضر يا اختي حاضر. امي مسافره بكره وهترجع الجمعه اللي بعدها. خلاص يبقى احنا نجيلكم الجمعه. لا خليها الحد عشان ابويا يكون موجود بردك. طب هنقول لامك ايه يا فلحه؟ هنقول لها يعني ايه؟ مش لاقي واحد جاي يخطبني. حسيت على عينتك قوي. مالكيش دعوه انت، انا هتصرف. بص انا شفتها من بعيد لبعيد، من معايا اتحددت مع ابويا.
شفتي؟ ما تنعكي حلال العقد اهو. عايزه ايه تاني؟ عايزه كتير. طب كفايه بقى كده، لحسن مش طايقه نفسي. بكره اتجوزك. يا رب. حبيبي. نعمة اعمل لك فرح. يا سيدي افرض اللي معاها قرشين ومش عايزه تقوم وعملت الموضوع ده حجه علشان تساعدنا، نقول لها لا؟ وبعدين انت مش هتاخد منها، هتاخد منهم. انت شايف الحال واقف قدامك اهو، والست عايزه تساعدنا. طب ونبي البس هدومك تاني وانزل لها، وبطل العنطزه دي بقى، خلينا نعرف نعيش. وما تجاوبش غير بحاضر، حاضر وبس. لله يا رب، خلينا نعيش بقى. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ بركة انك بخير. اديني الاذن عشان اجيب لك الفلوس. قول حاضر. افتح باب رزق جديد. قول حاضر. بيقولوا لك انت بخير الحمد لله كويسين. ازيك يا ولا يا سعيد؟ بتجري ليه يالا؟ راح اجيب عيش لقبتي رجاء. ازيك يا رجاء؟ ازيكم انتوا يا بنات؟ ما حدش بيشوفكم يعني. بس تحت النظر. طب ما تخليكم فوق النظر وبعد نشربوا مع بعض الشاي. ولا بلاش دلوقتي لحسن ايدي مش فاضيه والبيت مقلوب. طب لما تعدليه بنجيلك. بطل تبيع النقاده دي يا راجل. وهجيب بضاعه كويسه منين؟ ما انت عارف يا ام شوق العيب بصيره. يا اخي حاجه غريبه والله. الصعيده كلهم يجوا على هنا سنه والتانيه وتلاقيهم بقوا تجار قد الدنيا. اللي باجي باجي على اهله وناسه وبيشيلوه. انت اللي طفشت من اهلك وناسك. هو كان طاري يا حميده مش كده؟ ايوه. عايزين نقتل ام شوق وانا مش قادر. شوف بقى، انا نويت ابقى اهلك وناسك. بكره الصبح اصحى بدري وعدي عليا، ننزل نجيب لك عربيه يد وشويه بضاعه نظيفه، واضرب انت بقى في الشوارع الحلوه دي. والنقاده ارجع برضو بيعها هنا. الله العظيم هتبقى انضف بالزباله دي يا حميده. والمكسب بالنص. قلت ايه يا اخويا؟
موافق، وجميلك ده هيبقى على راسي من فوق. حاسه بالله انت تقولش كده، ده انت غالي عندي حميت اور لاي. بس لو لقيت تديلك انا اقدر ابعت وراك اللي يجيبك لغايه عندي. لا 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 مشوق، لا لا، ده انا من هنا ورايح هبقى خدامك. استغفر الله العظيم، ما تقولش كده. بطل تسقم على نسوان الحاره ولم نفسك بدل ما لم مكان. يلا سلام يا حميد. مع السلامه يا مشوق. أنا مش هشوف الفنجان ده. ليه بس يا مشوق؟ بس النجس. إيه الحكاية يا مرة؟ حكاية السواد والنيلة. طهقت من عيشتي يا مشوق. اتخنقت من ريحته اللي بتكتم كل يوم على نفسي. كأنه عزرائيل وجاي ياخد روحي. موتني بالحياة يا أختي. انت عارفين ما حدش في الدنيا هيعرف سرك الا انا، واللي عليا يعني يا رجاء. اهدي بقى كده يا حبيبتي قولي لي ايه الحكايه. ما قدرتش يا مشو، ما قدرتش. كلهم بقوا هنا بسرعة كده. من عارف عنهم بلاوي، مشكلة في البنتين. مالهم البنتين؟ اسم الله عليهم. غلطانين، حتى انهم بيكرهوني. طب بالراحة كده وحبة حبة علي، وفهميني عملتي ايه من ساعة ما سافرتي. مش هينفع دلوقتي، هاخد لفتي الأول ولما أرجع بحكي لك. سلام. السلام. ربنا يرزق. يا بنت انت وين؟ خير؟ خير يا بابا، مفيش حاجة. أمي جاية بكرة، كنا بنشتبه بن وقلنا يعني نعدي. أصلك بتروح متأخر. وكل أسبوع متبتيجي، وكل أسبوع بتروح تشتري البن، وكل يوم برجع متأخر، اشمعنى النهاردة؟ أصل يابا يوم الحد جايين لنا ناس عشان يخطبوا البنت شو. والنبي؟ والنبي يابا أقول ألف مبروك. ألف مبروك. مين؟ حسين يابا اللي كان واقف عند عبد إبراهيم الخرداواتي، بس الحمد لله دلوقتي استلم وظيفة. بس في مشكلة، أمي لو عارفة هتفتح لنا سين وجيم مش هنخلصه. فأنت يعني يا بابا البركة فيك، كأنك عارفه يعني، وإنه جالك هنا مثلا. والله فكرة. يعني أقول لها إن هما كانوا جايين علشان يستلموا الجزم وشافوكوا وأنتم معديين، وجاني تاني يوم أخد مني الميعاد، وأنا قلت له يا أهلا وسهلا. حلو قوي كده يابا، ربنا يخليك لنا يا رب. بس أنت عرفتي منين صحيح يا بت؟ الله يابا، أنت لسه بتقول إنه شافنا عنك. والنبي إيه؟ والنبي يابا، سلام. سلام يابا. سلام. طلع شوية فول في رغيف يا ابني. لا جمد لي دول 250 جنيه. هاتي هاتي نجيبك فينا ثواب. يا اهلا وسهلا. يا اهلا بيك ابو العروسه. شوف بقى ابو شوق، احنا الكلام هيطول بينا بعدين ان شاء الله.
بس الاول نخش في المفيد احسن. احنا جايين النهارده نخطبوا بنتكم شو لابننا حسين. قلت ايه؟ يا اهلا وسهلا. شوف يا اخويا، ابو شو من بيته لشغله ومن شغله لبيته، ما يفهمش في الجواز واصوله. الكلام هيبقى معايا انا. يوه وماله يا اختي؟ ما انت الخير والبركه، امال ايه؟ بس احنا برضك ما نستغناش. ابننا حسين واخد الدبلون من 4 سنين، وعلى وش بنتكم شو ربنا كرمه ولسه متعين في شركه النحاس. اها الف مبروك. بس اللي لسه متعين ده هيعرف يجيب شقه ويفتح بيت ويشوف عروسته عاوزه شواريه. من جهه الشقه ما تنعيش هم، ابو حسين كلم صاحب البيت هيبني لهم اوضه بعفشه ميه فوق السطح. اخرتها البيت هتسكن فيها فراخ. بتقولي حاجه حاجه؟ يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. واذا كان يعني على الشوار احنا لموها كده مع بعضينا. احنا لسه هنلموها. شوفي يا حبيبتي، شو مش هتتجوز الا في شقه مطرحينه ومفسحه، وشوار هيبقى احسن شوار. احنا هنعملوا اللي علينا وانتوا كمان اعملوا اللي عليكم. ايه اللي بتقوليه ده بس يا حاجه؟ ده اللي انت طالباه ده عايز له على الاقل 2 3 سنين عشان يتعمل. لا يا حبيبي، وانت سادد عايز له 5 6 سنين، انت لسه متخرج واهلك باين عليهم يعني مش عايزين نحط ولا مليم. طيب احنا هنفكره وهنبقى نرد عليكم في الزياره تانية. يا اهلا وسهلا. تفكروا على ايه؟ اللي فيها انتوا عرفتوه. لو كان في مدارتكم خير وبركه، مش في مدارتكم هتعملوا ايه يعني؟ هتستلفوا ولا هتشحتوا؟ سلامة. ليه كده يا امه؟ عايزين تضروا عايشين في الفقر ده قبل الجواز وبعد الجواز. انتي هبله يا بنت. هو كان حد اشتكي لك؟ خلص الكلام، انا برتب الجواز. ما تستعجليش. هموت يا حمار. انت غلطان انك رحت. غلطان في ايه؟ بقول لك المره امها الناقصه هي اللي قلب باصلها معايا. قال ايه؟ ما عنديش امكانيات. اسم الله على امكانياتهم، هم لاقين ياكلوا. ما هو ده اللي هيجنني. الحاله زفته قوي وطالعه لي في السما. ما تكونش انا اللي نحس. انت مش نحس يا حسين، انت راضي. راضي باهلك وبيتك وبالمجموع المعفن اللي دخلك صنايع، وراضي بحكم امها اللي هيفرق بينكم. انت بتقول يا سالم؟ انت عارف ايه الفرق اللي بيني وبينك؟ ان انت حبيت البيت وانا كرهت الشارع. انا عملت المستحيل عشان ابعد، ذاكرت وطلع 3 عين اهلي عشان ادخل الجامعه وابقى مهندس. حتى البيت عواطف اللي كنت فاكر نفسي بحبها، كل ما اشوفها افتكر الشارع. اوعى تفتكر ان انا اشطر منك، انا زيك بالظبط. انا عندي قلب، بس كل الحكايه ان انت راضي، انا مش راضي. لو عايز البت تروح لها، سيبك من امها خالص. البت لو عايزاك تعمل مستحيل عشانك. يا ابني 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 يا اب
نفسك يا شيخ، والله في نفسك. هحرق كل اللي ليكي، هحرق حزين، وهحرق ابوك، وهحرق عواطف، وهولع في البيت، في الحاره كلها. هحرقكم كلكم يا اولاد الكلب، هحرقكم كلكم يا اولاد الكلب. هتموتوها يا اولاد الكلب، هتموتوها يا اولاد الكلب. هولع في الدنيا كلها، هحرق الحرب اللي فيها. هولع في ابوك، هولع في عواطف، هولع في البيت، هولع في كل حاجه ليكي. هحرق الدنيا كلها. أنا ما أعرفش اللي في دماغك يا شوق. كنت عايزة أخلص يا عواطف، تسيبيني لوحدي؟ كنت عايشة إزاي من غيري كده؟ ولا ابو شو تشربي شويه شاي؟ اه لك شعرك زي زمان. لا يا ماما مش عايزه. امشي نجري يلا انت اهو من هنا، امشي نجري بدل ما انزل لابوكوا مالكوش اهل لابوكوا، نجري يلا انت وهو. انا قلت الهليله مش فايته. يا
يا حاره ما فيهاش راجل. اي حد عنده عيل مش قادر يلمه انا هلمه له. معلش يا مشوق، تلاقيهم ما خدوش بالهم منه. انت مالك يا مرة؟ لا عندك عيل ولا تيل، خايف على مين؟ يوه يقطعني النبي يا اختي، انا بس كنت عايزه نهديكي. خشي جوه يا ولية. ما تلمي الدور بقى يا مشوق، دول شويه عيال. هو كان جرى ايه يعني ولا جرى ايه؟ ما خلاص بقى يا مشوق، اعمل حساب للرجاله. ما فين الرجاله يا ابو سالم؟ اللي شايف نفسه راجل يبقى يشوفها وانا بره الحاره، ولا تحب اقفلهولك؟ مسافر امتى؟ اخر الاسبوع، انت عارف. اني بقيت عارف حاجه، الشارع كله بيتبهدل علشاني واني مش عارف. جايين ايد ورا وايد قدام وما حلتهمش اللضا وعايزين ياخدوا البت. ما البت كانت هتحرق نفسها عشان يا عيني عايزاه، بتحبه يقطع الحب وسنينه. سألين انا. اه يا قلبي، والنبي حرام عليكي يا ام مشوق. حرمت عليه عشتها. اي راجل هيجي برضه هتحبه وتحرق نفسها عشانه. مش عايزاهم يخيبوا خيبتي يا تحيه، عايزه اجوزهم جوازه عدله. ايه اسم الله، وهتيجي منين الجوازه العدله دي؟ ما هو شوية كده وهاخدهم ونمشي من الحتة العفشة اللي احنا فيها دي، ونروح حتة تانية نظيفة محدش عارفنا فيها، ساعتها بقى يبقى يحلها حلال. على رأيك لو الواحدة قاعدة في صفيحة زبالة مش هتلاقي إلا الدبان، إنما لو قاعدة في جنينة مش هتلاقي إلا العصافير والبلابل ويهفهفوا عليها. اللي جابك يا شو؟ انا جاي اقول لك ان ماليش ذنب في اللي امي بتعمله ده خالص. ليه؟ هي مش عايزه مصلحتك؟ عايزه اتجوزك راجل جاهز؟ مصلحتي معاك يا حسين. كان زمان قبل ما اهلي يطردوا من بيتكم، وقبل ما اتهزق قدامك وقدام الشارع كله. انا ممكن اعمل اللي انت عايزه، بس خليك جنبي. ما ينفعش يا شو، لازم اتجوز برضا اهلي من غير مشاكل، من غير ما كرامتي تتهان. انا دلوقتي ما اقدرش ارفع عيني في عين حد من اهل الشارع، ولا ارفع عيني في عينك انت. انا بحبك يا حسين، انا ممكن اموت من غيرك. محدش بيموت من الحب يا شو.
المقاوليه بالراحه، كفايه اكل. ولا مصبرني على عيشه غير الاكل. عارفه يا ام شوق؟ انا لما اموت مش هموت زي ما خلق ربنا. انا هفقرها زي البالونه. لا تشرع عليك. الحمد لله. خلصتي؟ استنى على الشقه بالليل، اشوفك لعيشي. بالسلامة. سلمك. يرزقك من واسع ان شاء الله. سلام. سلام. هيرجع؟ مين؟ حسين؟ هو بس قبل كده؟ كانت حاجة حلوة قوي. يا سب حرمانة من كل حاجة، إلهي تموت تموت ولا ما تموتش، احنا مش هنفضل مدفونين بالحياة في الأوضة دي. عندك حق. الولا بيموت. انا عندي بقى اللي يخطفها شاب زي الوقت، واحنا ما عندناش وقت، يا دوبك نشرب العصير ونروح. يا رب تلحقنا. هلحقكم. لن اصب لو سمحت. عواطف الحق، الولا جاي ومعه واحد تاني. يا نهار اسود، هنعمله ايه؟ انا عارفه بقى، مش كانت شورتك؟ يلا نروح بعد ما طمعناهم. عفوا ازاي؟ لحقتك؟ ازاي؟ شو؟ انا عواطف. ازيك يا عواطف؟ بقى انتوا ساكنين في اللبان طول المده دي وما يعرفوش عنكم حاجه، طب ينفع؟ ده حظنا المنايل. انتوا ايه بقى؟ كنتوا لابسين طاقية لخفه؟ لا، وانت السيده كنا مستنيين العدل، ولما ما جاش قلنا نروح لحنا. الحمد لله على سلامته. هو التاكسي ده بتاعك؟ يا ستي قلت لك التاكسي ده بتاع واحد جارنا، وانا برقت عليه رزق يعني. بكره ليكي معايا بونطه كده، خدي جربي السيجاره دي. تنجفك ما تخافيش. وانت؟ انا بقى بتاع كله، بس في الاصل سباك. حلو، دي حنفيه المطبخ عايزه جلد. البلاعة مسدودة على طول. يا حرام، نسلكوه. لا يا عواطف، ما يدخلش البيت. ليه؟ ما انت تفسحي بالتاكس. الله الله الله، جرب السيجارة الحلوة دي. حي لا. حي يا بنت، حد يقول لي دي لا هتزن وشنا، دي اللي هتشعياصك. شدي. بسم الله عليكي. بس. بوس أنا بقى. إيه يا بنت؟ مالك؟ وأنا بعوض. انت بوسه وانا بوسه. انت كام ده قوي؟
مالك؟ على رأي المثل، في شدة شديد وفي القوة قوي. سيبيني نفسك، أنا اللي هشعيصك. بحري لسه في القلب همسة، نفسي أقولها وارتاح وأنسى. لو كنت عادل ليه بس تقسى، وأنا حظي مايل ويا القلب بنسى. يا بحري لسه في القلب همسة، نفسي أقولها وارتاح وأنسى. لو كنت عادل ليه بس تقسى، وأنا حظي مايل ويا القلب أنسى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحقني بعلبة سجاير وحاجة ساعة واحدة تانية. والحقك ليه يا ابني؟ هو أنت بتغرق؟ بقالي ساعة بلف على كل بطن. يا عم ابو سيل مبلعه طفحه ومبهدله الدنيا. ما تنادي يا بنت على الولا عدل يسلكها. هو بيفهم مصلكها قبل كده. يبقى لما اوزم السباك ده يبقى ترشج. وانت سباك؟ هاو اجيب العده. قولي لي البيت فين يا ابو؟ اهو. بنتي عواطف، اختك فين يا بنت؟ عقبال لما يجيب العده تكون جت. ما تقلقش يا عم ابو سيل. عم ابو سيل. نعم. لما تيجي امي هقول لها انك لحقتنا بسباك. خليها تدعي لك دعوتين. سلام. عملت مع البت حته بندره في التاكس، ربنا ما يوريك. ايه المساعدين دي بقت على الارض؟ اقول لك الاثنين نار. بس البت الصغيره اللي معاك يالا طايحه طايحه طايحه. ايه يا عم في ايه؟ انت مش رشقت مع الكبيره؟ ماشي عادي يعني. اقول لك ايه؟ قول. ما تيجي ننزل لهم اللبان بكره. ننزل. انا حمو. مين دول اللي من اللبان؟ الله، ما كانوا قدامك يا عم الحاج. ايوه هم مين يعني؟ ايه يا عم حسين في ايه؟ من فات قديم وتاه. جيرانك يا عم القشطه. بنات ام شوق. قوي يعني. الشوق. حسين. ايه؟ اوعى تسلم. ما تبقاش غبي. انت مش باعت. اتسمى بص لمستقبلك بقى. مستقبل ايه يا عم؟ انا كان كل حلمي ان انا اشتغل واتجوزها واعيش راضي. انا حاسس ان احنا السبب. حتى لو كنا سبب اللي حصل حصل، ولو فكرنا نرجع ونعيش طول عمرنا مش قادرين نبص في وشهم. انساها يا حسين، بص لشوق تانيه، شوق ترفعك مش تاخدك وتنزل سبع ارض. كده كده البنات ضاعوا خلاص. بس عروق اتجوزت. ظبطت البيت كده ولا ظبطتك؟ الموضوع ده زاد عن حده قوي. العيال ملطعين زي الدبان في كل حته، والبنتين فجر الدنيا فيهم. يا سيدي انت وهو واحنا مالنا؟ حد يقدر يقول لامه؟ استاذ ابراهيم يقول لها، هي بتحترمه. حلال فيهم الموت يا سيدي. اذا كانت هي اللي مسرحاهم بمزاجها مين هيقف قصادها؟ انا برضو بقول كده، كله تحت عينيها.
قوم بقى يا حميده موته. وانا اقوم ليه؟ انا قاعد كويس كده. اه بحس على رايك الواحد مش ناقص مشاكل. ازيك يا ابو شوق؟ ما بقيتش تقعد معانا زي الاول يعني. مش عايز تسمع اخبار الشارع؟ لا. احسن برضو. الولا بيجي. الولد بيموت. ستي روح شوف لك شغلين. الولد بيموت. الولد بيموت. الولد بيموت. الله يسلمك يا مروه. ليه بتديني حاجة لله ابني بيموت؟ ألف سلامة على الولد. مشوق؟ ازيك يا مشوق؟ عليك يا اختي خدي بالي ريقي شويه شاي ولا يهمك. المهم انه يطلع ابن حلال وما يتكلمش. لو يتكلم انا والبنات هنتفتح. ويعني هاتي عيالك وتعالي على هنا وهي الفرشه تسعمل حبايب الف. انا خلاص ما بقاليش غيرك. ده لسه حابه دنيا جديده. طب بقول لك ايه، خدي بعضك وسافري نبي في حضن عيالك. مش هسافر لولادي، عايز ارتب دماغي وافتكر فضيحهم بيت بيت عشان الولد ده لو يتكلم اعرف ازاي اكسر عينه. ما جاي النهارده. عارفه نفسي امشي من الشارع ده. خايفه؟ مبقتش اخاف. ازيك يا حميد؟ ازيك يا ابو شوق؟ ايه الاخبار؟ ليك عندي حساب بثلاث اسابيع والشغل ماشي تمام. سيبك من الشغل والحساب، اخبار الشارع ايه؟ زي ما هو، اللي بيناموا فيه بيصحوا فيه. وبعدين مفيش حاجه تخفى عليك يا ابو شوق. فوتك بعد. طب والحساب؟ بعدين اللي عند الرجال ما يروحش. ازيك يا ابو سالم؟ ازيك انت يا ام شوق؟ ايه يا ولية؟ نفسك كبرت علينا ولا ايه؟ ما بقيتيش تيجي تقري لنا الفنجان يعني. انا اقدر. اخبار الشارع يا ابو سالم؟ ايه؟ بخير.
كله حلو بنفسك يا مشوق. فتكوا بعافية. أم الجد. القطر كان على بعضه، الدنيا كانت ولعة النهارده. في ايه مالكو؟ ولا حاجة. قومي هاتيلي مية وملح، أنا رجليها شوية. المية مقطوعة. إيه ياما القشف ده؟ هو أهلك في طنطا كانوا بيشغلوكي في الفعل؟ أنتِ مالك؟ هتعملي لي تحقيق. وتحقيق ليه؟ ما الجواب باين من عنوانه. قصدك إيه؟ رحتي فين ياما؟ نزلتي تعملي إيه في مصر ياما؟ قول له كده، ما انتوا هبل زي ابوكوا. لو كنتوا نسيتوا افكركم. تفكرينا بايه؟ اخوكوا كان بيموت، ما كانش حالتنا اللضا. ركبت القطر ومعرفتش اروح لمين. لاهلك ياما. هيفتكروني بعد السنين دي كلها؟ انت ساعتها قلت انك رايح. اي حد كان هيقول لي اعمل اي حاجه كنت هعملها، بس ابني ما يموتش. وايه اللي خلاكي ما تروحيش؟ رحت، ما عرفتش اوريهم وشي ازاي وليه. دول اهلك ياما. كانوا بعتهم لما طفشت منهم عشان واحد لا عنده لا شغله ولا مشغله غير انه بيحبني. كنت رجعتي؟ لو فاكره شكل اخوكي ما كنتيش قلتي الكلمه دي. رحت فين ياما؟ نزلت مصر، جبت حق الغسله واكتر. شحتي؟ شحت. خلاص جبتي تمن الغسله ورجعتي والولا مات. في ايه تاني؟ انتوا لسه ما متوش. مين قالك ان احنا ما متناش؟ كنت عايزه استرك واطمن على مستقبلكم. اسم الله على مستقبلنا. احنا متنا مع سعد ياما، متنا بعد ما طفشتي اي واحد كان عايز يلمنا. هجوزك احسن منه واغنى منه كمان. متنا من خناقاتك وعفاريتك. احنا اتدفنا بالحقيقه في الاوضه دي ياما. نروح مكان تاني ما حدش يعرفنا فيه. ده انا حاطه فلوس كتير قوي. استنى ما اوريكوا قد ايه. بصوا يا بنات، بصوا عندنا فلوس قد ايه. الشوال ده مليان فلوس، كل الشوال ده مليان فلوس، مليان فلوس. ايه ياما وانت بتجيبي فلوس ليه؟ كنا احنا بنبيع شرفنا. مستقبلنا ده اكتر بعد عملتك السودة. بيعوا ايه؟ بيعوا شرفكم. بتبيعوا شرفكم يا ولاد. اوعي ايدي دي شاسيه. الناس والجيران، انا كنت سايباكوا في حماهم. الناس اللي اشتريتيهم بفلوسك باعوكي. الناس كانوا مغمضين عليهم من خوفهم منك. هاتلكوا يا ولاد الكلب، هاتلكوا يا ولاد الكلب. اخبطي دماغي زي ما انتي عايزة. هاتلكوا يا ولاد الكلب. مش هقولك كده. هاتلكوا يا ولاد الكلب.
كمان يا اولاد الكلب اعمل لي ساعده يا يما يا اولاد الكلب يا اولاد الكلب يا اولاد الكلب يا اولاد الكلب هقتلكوا يا اولاد الكلب هقتلكوا يا اولاد الكلب يا اختي الوليده ما بتتهدش هتموت بناتها هما بقوا ايه مش عرفني ايه بتلكك لهم على اي حاجه والسلام روح اشوف تعالي ما لناش دعوه خالص خلينا في حالنا الكلب هموتكم يا ولاد الكلب هموتكم يا ولاد الكلب هموتكم يا ولاد الكلب هموتكم يا ولاد الكلب يا ولاد الكلب يا ولاد الكلب هموتكم يا ولاد الكلب هموتكم يا ولاد الكلب هموتكم يا ولاد الكلب يا ولاد الكلب يا ولاد الكلب هموتكم يا ولاد الكلب يا ولاد الكلب يا ولاد الكلب يا ولاد الكلب كفايه يا محروم عليك كفايه كفايه بقى كلب هموتكم يا ولاد الكلب هموتكم يا ولاد الكلب هموتكم يا ولاد الكلب كفايه هموتكم يا ولاد الكلب هموتكم يا ولاد الكلب هموتكم يا ولاد الكلب هموتكم يا ولاد الكلب مش هسيبكم هحرقكم كلكم هحرقكم كلكم بكرهكم بكرهكم مش هسيبكوا هتموتوها 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 يا ولاد الكلب هتموتوها هتموتوها سيبني سيبني هتموتوها 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 ردي عليا يا فاطمه فاطمه ما تسيبيني يا فاطمه هعمل ايه من غيرك يا فاطمه ردي عليا يا بنت هو في ايه يا جماعة؟ هي رجعت تخبط نفسها تاني؟ ما قدرناش نعشر ايه اللي حصل بس لده كله؟ وماتوا ايه يا بنت انت وهي؟ بقى يا محفظة البن الولية موتت نفسها كل ده عشان محمصة بن يما رد عليا يا فاطمة كنت تكسري ضهري يا فاطمة ما تروحيش مني فاطمة 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 فاطمة